بالنسبة اللي يقولوا لي تعليقات انه ناس حبوا بعض وتعرفوا على بعض، شوفوا يعني ما في حب عندنا لانه ما في بيئة. اللي ينجذب الوحدة من صورته هذا مو بحب، اللي تحسبه ذا بقلبك هذا اسمه مشاعر خصيانك، بس انت تحسبه بقلبك، بس لو تركز بالموضوع تلقى خصيانك يبث المشاعر لقلبك وقلبك يبث الشيء ذا لانه يحسسك انه ودك ترتبطه. موضوع ترى خصيانك، لأنك أنت ما شفت بنت ولا احتكيت بنت، فشفت بنت مزيونة رسالتك صورتها حسيت أن أنت العاشق الولعان وأنت أبو خصيان بس. 2 يشكي من جعود من فوق الملتون ورد من فوق صدره.